ألف سردة وسردة معي علي لقمان ديري. هكذا حدثنا هرددشت بالبلم جيناكم بلا اتفاقية. لم يعد مهما ما سيؤول إليه الأمر، فالأمل صار معفى واليأس أضحب المجان. يوزعونه مع الراتب، عفوا مع المعونات. حاكم عم يتضايق المقيمين القديمين بأوروبا من استخدام النفر لكلمة راتب عوضا عن المعونة. كمان عم يتضايقوا لأنه النفر ما عم يعرف يعيش بأوروبا وما عم يفهم على قوانين أوروبا. بتحسن أوروبيين أكتر من الأوروبيين، هيك في فخر واعتزاز بأوروبيتهم. ولما بيحكوا معنا بيقولولنا أنتو، بيفصلوا حالهم عنا، بيسلوا حالهم سل من طينتنا، وبيناولونا مجموعة وصايا فيها أستاذة بالتأكيد، بالإضافة لتذكيرنا بأنه علينا أن نشعر بالذل. والنفر أكره شيء عليها الشعور، يعني بيقطع بحر وخمس دول تهريب وهو عم يتصور سيلفي مع إشارة النصر. بدون إشارة النصر ما بمشي الحال على فكرة. حتى سببت هالإشارة الإزعاج لبعض الصحفيين الأوروبيين، إنه هدول على شو رافعين إشارة النصر؟ على أي أساس عم يستخدموا هالعلامة؟ معناها كذابين مهرباني من الحرب هدول، ومعهم موبايلات ذكية كدليل على غناهم الفاحش. ما بيعرفوا إنه الموبايل الذكي هو جزء من عدة النفر، وما بيقدروا يحسوا بعلاقة النفر مع موبايله الذكي. بينتبهوا بس للجانب المادي من الموضوع، إنه موبايل غالي ونفر فقير، وبيبلشوا بالاتهام. معلم لازم تجيهم منتوف مشحر وشعرك محروق وشي من طرافك مكسر لحتى يقتنعوا إنك هربان من الحرب ومالك جاي لعندهم تمارس هواية عبور حدود خمس دول في خمسة أيام بدون فيزا. لا، وفوق هدول بيجيك بقى ابن البلد اللي كنا نقول عنه مغترب. وين عايش؟ والله بألمانيا مثل الملك يا سيدي، من أشهر الدكاترة هنيك. هو اللوحة تبعه بتنباع بملايين الدولارات، بيكتب بالألماني، عنده عمود أسبوعي بالفرنسي. نياله عرف قرف البلد من زمان ونفد بريشه وحقق ذاته ببلاد بتحترم الذات البشرية، وصار وتصور. بقى هاد اللي صار وتصور بلش يصير وتصور على سمانة. شي بده ينتقدنا لأنه زعوطنا بالشارع لما طرشتنا سيارة مسرعة فاتت برومة مي جنبنا؟ لازم نطرش من تم ساكت، هيك قال لي المغترب ابن البلد. قال الغريب لازم يكون أديب. لا، ولسه في أديب قال انتبهوا، هون البلاد مسيحية ها، وعاداتهم وتقاليدهم مسيحية، مع أنه قالوا لنا بيت الجيران الألمان أنه هون البلاد حرة وكل مين على دينه الله يعينه. بس أخونا الأديب المغترب ما بمشي عليه الكلام، وهو برأيه أنه البلاد مسيحية، مع أنه ما شفنا حدا شاحط حدا على الكنيسة يوم الأحد، ولا شفنا حدا بنص الشارع انصلب. ما علينا وشريك، بس كله كوم. وهدول اللي امتعضوا لاستخدامنا لكلمة راتب بدل المعونة كوم، لقوا مصرين يفهمونا أنه هاي معونة من الحكومة تبع بلد، بين قوسين بلد، بلد وأعز إن شاء الله. لا، مو بس ممتعضين هالشغلة، طلعوا ممتعضين حتى من جيتنا. وبالبلم جيناكم بلا اتفاقية. هكذا حدثنا هرددشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.